مساء الخير. الأربعاء يتوجه داعمو ترشيح الوزير سليمان فرنجيه إلى ساحة النجمة للتصويت له انسجاماً مع خياراتهم والتزاماً بقناعاتهم. هم ذاهبون بكل جدية إلى الجلسة لإيصال مرشح جدي إلى بعبدة ومستعدون لكل شيء ضمن ممارسة حقهم الدستوري بكل تفاصيله. في المقابل يحمل تجمع الاضداد اسم الوزير جهاد ازعور ليس بفعل خيارات موحده ولا عن قناعه بشخصه او بفعل برنامجه الذي لم يسمع اللبنانيون شيئا عنه بل هم يتوجهون بكل خفه لاستخدام ورقه ازعور في محاوله لاخراج اسم فرنجي من السباق الرئاسي وحرق ورقه ازعور طمعا بايصال مرشح ثالث ولكن مهلا أيها المغامرون لنفكر بصوت عال أمام اللبنانيين ولنفترض أن أزعور وصل إلى بعبدة وهذا لن يحصل فمن سيتولى دفة الحكم؟ وتجمع تجمع الأضداد فيه ثلاثة مرشحين دائمين بغض النظر عن بعض المرشحين المحسوبين نص وبهدف واحد للثلاثة هو الإمساك بقرار كرسي عبدة تمهيدا للجلوس عليه لاحقا فهل ننتخب ثلاثة رؤساء ونكرر سيناريو عهد جهنم؟ وبالحديث عن جهنم الثابت أن قيادة التيار الوطني الحر تعيش أرقا اسمه قناعة بعض نواب تكتل لبنان القوي بأن الصدق مع جمهور التيار بان احترامهم لانفسهم وقناعاتهم وتاريخهم وانسجامهم مع القاعده التي انتخبتهم وفق شعار مكافحه الفساد كل ذلك يمنعهم من انتخاب جهاد ازعور صاحب الكتله النقديه الوازنه من كتاب الابراء المستحيل وربما هذا هو سبب امر اليوم الذي يصدره كل يوم تكتل لبنان القوي الذي استدعى رئيسه عمه الجنرال من الاحتياط للضغط على أعضاء التكتل مرة بالجملة في اجتماع وأخرى بالمفرق عبر استدعاء النواب بشكل فردي لإجبارهم على التصويت لأزعور في البونتاج واضح أن تجمع الأضداد ما زال يعيش حالة ارتباك وقلة ثقة رغم كل ما يروجه عن أرقام مضخمة فيما حقيقة الأمر أن هذه الأرقام لم تخرج بعد من المنطقة الضبابية، وهذا ما اعترف به النائب غسان سكاف لموقع التيار الوطني الحر عندما قال: كل الأفرقاء يعملون على استقطاب النواب التغييريين والمستقلين الذين يشكلون بين 20 إلى 22 نائبا، مشيرا إلى أن المواقف الرمادية ستضيق من اليوم إلى جلسة الأربعاء. في المواقف المستجدة تأكيد من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جملاط بأنه ضد العزل لافتا إلى أن هذا ما يهدف إليه موقف اللقاء الديمقراطي ودعا إلى الحوار على أي حال فأن الأنظار اتجهت اليوم إلى الشمال ومضمون الخطاب الشامل لرئيس تيار المرد سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن حيث أعلن أنه لا يخجل من الانتماء إلى مشروع سياسي معلنا أنه إذا أصبح رئيسا سيكون رئيسا لكل اللبنانيين ومنفتحا على الجميع وهذا ما يعرفه أصدقاؤه قبل الخصومة فرنجي شدد على أنه ملتزم بالأصلاحات وباتفاق الطائف وبمبدأ اللامركزية الإدارية وفي قاموسه لا تعطيل في الحياة السياسية والرئيس القوي لا يقول مخلونا